السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أهم المواقع والبرامج اللي ممكن تعلم الأطفال البرمجة أو حد جديد على البرمجة، فيبدأ إن هو يتعلم الفكرة نفسها ومن غير ما يشغل نفسه بكود أو إن هو يتعلم مثلا بايثون أو أي لغة. هنا بنشرح المبادئ الأساسية لفكرة البرمجة. على سبيل المثال مثلا هنبدأ مع موقع اسمه سكراتش، وهو ده فعلا أغلب الحاجات مبنية عليه. ممكن نقول له كرييت، في سلسلة كاملة هتلاقي على القناة بنشرح فيها كل المواقع ديت، بس النهاردة ايه بنستعرضهم مع بعض سريعا. هنا مش مطلوب منك تكتب اي حاجة خالص، لكن مطلوب ان الشخص يبدأ يفهم عن فكرة البرمجة. يعني انا دلوقتي عايز ابدأ اعمل حاجة، فلازم يكون في حدث، حدث اللي هو event، اللي هو ايه مثلا ان احنا هنبدأ شرط البدء. طب انا عايزه لما يبدأ يعمل ايه؟ ممكن مثلا look، يقول مثلا كلمة hello، تمام، في اول ما ابدأ هو يقول كلمة هلو. ممكن يكون عايزه يتحرك، بعد ما يقول هلو يبدأ ان هو يتحرك، تمام. ممكن ارتب، وممكن اخليه مثلا يلف زي 15 مثلا، تمام. ممكن اخليه يروح راندم لاماكن عشوائية، يقول هلو لمدة ثانيتين وبعد كده يبدأ يتحرك لمكان عشوائي. زائد لو دوست هنا بتلاقي حاجات كتيرة جدا خاصة بال حاجات ادفانسد شويه، في حاجات خاصه بالتعامل مع الروبوت، في حاجات خاصه بتحويل الكتابه لصوت، في حاجات خاصه بالترجمه وهكذا. فهتلاقي عالم كبير جدا انفتح لك من خلال لغه السكراتش. هي ما تعتبرش لغه لكن بتعلمك الفكره بتاعت اللغه. طيب في تطبيق تاني اسمه كود سبارك، كودنج فور كيدز، برضو بيعلم الاطفال البرمجه من خلال واجهه سهله ولعبه ظريفه يقدر ان هو يتعلمها من عمر 3 ل10 سنين. بيكتب هو كود، يعني مش بيكتب مجرد، بيوصل حاجات ببعض ويستمتع باللعبة. برضو اللعبة الجميلة ديت، تمام، هي مشكلتها انها بتشتغل على الايفون بس والايباد، مفيش منها نسخة للاندرويد، لكن هي لعبة بتعلم الواحد برمجة باشكال سهلة جدا وبسيطة. دي الواجهة بتاعتها زي ما انت شايف، مجرد بس ايه بتوصل الحاجات ببعض، مجرد ان انت بتسحب مكون معين، بلوك معين، ويبدأ اللعبة تظهر معاك وتشتغل معاك. فالطفل انتقل لمرحلة ان هو بيعمل هو الالعاب، تمام. طيب ده انا تقريبا خلصت مشروع تنكر. في حاجات كتيرة جدا، في ممكن مدرسة تشترك فيه وتخلي الطلبة يلعبوا برمجة من خلاله. كل الحاجات دي برمجة مش ألعاب بتضيع الوقت، تمام. ممكن مثلا نختار مثلا أي واحدة فيهم تختارها، بتلاقي عبارة عن بلوكات بتبدأ إن أنت تحطها مع بعض فتلاقي البرنامج بتاعك اشتغل، يعني بيتبرمج بأقل مجهود ممكن من غير ما تقعد تحفظ أكواد بالشكل دوت، تمام. هتيجي هنا وتبدأ تسحب الكود بالشكل دوت. احنا كنا لسه عاملين فيديو بنشرح الفكرة بتاعته، تمام. يعني اول ما يستلم حاجة معينة يبدأ يغير لمسافة معينة وهكذا. برضو معانا خان اكاديمي. خان اكاديمي مش تطبيق واحد، هو اول ما بتسطبه بتلاقي معاك دروس تعليمية كتيرة جدا، بيعلمك حاجات كتيرة قوية جدا في الرياضة، تمام. في ادوات للمعلم، في حاجات تقدر ان انت تطبعها، فحصل على جوائز كتيرة عالمية. تقدر ان انت تحمل التطبيق دوت عندك على الموبايل والاطفال يستمتعوا بيه. ننتقل بعد كده لحاجة خطيرة جدا، اب انفنتور. ده تقدر تبرمج برامج تشتغل على الموبايل من خلاله، وبرده من غير كتابة اكواد خالص، انت مجرد بتوصل بس حاجات وبتبدأ ان انت تشغلها، فتفاجأ ان انت بقى عندك تطبيق انت اللي عامله على الموبايل، او مش انت اللي عامله، طفلك اللي عامله على الموبايل. فتخيل مدى السهولة والاستمتاع وانت بتتفرج على حاجة زي كده. في فيديوهات احنا عملناها وان شاء الله هنكمل سلسلة كاملة في شرح البرمجة على الموبايل والشرح فكرة البرمجة للأطفال ان شاء الله، فخليكم معانا على القناة، تمام. طيب خلينا نشوف مثال. دي تطبيقات انا كنت عاملها زمان من سنة 21. مجرد ان انت تسحب زرار وبعد كده تدخل في الزرار، ما بتكتبش برمجة، مجرد ان انت بتقول له لما حد يضغط على الزرار ده بلوكات ايه اللي يحصل، يفتح صورة مثلا معينة وهكذا.
فالبرنامج كتير جدا ممتع وتقدر ان انت تبرمجه بكل سهولة. دي خصائص المشروع. دي هنا تختار بقى الشاشة اللي انت عايز تشتغل عليها، تقدر تضيف شاشات كتيرة ليها، ممكن تبعتها للجاليري عشان ناس كتيرة تستمتع بيها او تجربها. تمام، ممكن تقول له انا عايز اخش على البرمجة، فتشوف مثلا لما تدوس على بوتوم 1 يفتح لي مثلا شاشة تانية، فتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. ده برضو من الحاجات اللي بعلم البرمجة على هيئة ألعاب روبوت جيم، بتبدأ تحدد له يتحرك ازاي ويمشي ازاي، وبعد كده تقول له رن وتبدأ تشوف الحركات بتاعته عاملة ازاي. طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها أليس، برضو تقدر ان انت تبرمجه ويبدأ يشتغل عندك على الكمبيوتر بتاعك، مجرد ان انت تكتب الكود أليس 3 طبعا دي. تمام، فكرته برضو ان انت ما بتكتبش اكواد كتيرة، لا ده انت مجرد بس بتوصل الحاجات ببعض. طيب بعد كده دي برضو عبارة عن حاجات سهلة جدا بسيطة، بتعلم فكرة البرمجة من خلال الخطوات هو بيمشي عليها، مثلا وصل حاجات مع بعض. تمام، انا عندي عايز اوصل صور مع بعض، فبقول له مثلا ان البطة الخصائص بتاعتها الصوت بتاعها عندها كام رجل وهكذا، فيبدأ ان هو يبقى عارف مثلا دي مثلا البطة اهي عندها كام رجل، 2 مثلا. تمام، هنا بقى الترايل بتاعتها المواصفات بتاعتها، وبعد كده تشيك انسر فيتأكد لك ان الإجابة بتاعتك كلها مظبوطة ولا لأ. لايت بوت برضو من الحاجات اللي هي تسقط بلوكات كده، كأن عندك روبوت وبتبدأ تقول له يتحرك ازاي، فهتستمتع بيه ان شاء الله. تمام، طيب كودابول اديوكيشنال برضو فكرة البرمجة بتاعته سهلة وبسيطة، بلوكات وبتبدأ ان انت تسحبها وبرمج حاجات حلوة جدا جميلة وسهلة جدا للأطفال. برضو عندنا كود دوت أرج، ده برضو من المواقع اللي بتخليك تعمل برمجة، وفي بيدعم اللغة العربية، تقدر تقول له أنا عايز أعمل تطبيقات، فبيديك ساعة برمجة مثلا خطوات تمشي عليها. تمام، على أساس في حاجات مثلا هي للمدرسة الإعدادية، كمبيوتر ساينس ديسكفر، ده برضو من الحاجات الجميلة جدا. انت تلاقي ناس كتير على مستوى العالم 300 مليون مشروع اتعمل، فاحنا عايزين الدول العربية يبقى ليها نصيب الأسد في الحاجات دي إن شاء الله. وفي برنامج اسمه سويفت، ده لغة برمجة بس خاص بالآيفون، فلذلك هتلاقيه بيشتغل على الآيفون بس. هم عاملين منه حاجة إصدار خفيف للأطفال، يقدروا إن هم يبرمجوا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. في موقع جميل جدا اسمه ماشين ليرنينج فور كيدز، يعني حاول تفهم يعني ماشين ليرنينج التعلم الآلي للأطفال، فتخيل مدى السهولة. تمام، دي كذا موقع موجودين فيه ممكن ان انت تستفاد منهم ان شاء الله. كل الحاجات دي هنبدأ نناقشها بالتفصيل، بس خلينا نخش كده على الصفحة الرئيسية اللي موجودة فيه، بيشرح لك فكرة الموضوع بسهل جدا بسيط، ان انت مجرد هتغذي بمعلومات معينة، يعني هديله مثلا كمية كبيرة من صور أرنب وكمية كبيرة من صور قطة وأقول له فرق بينهم، فبيبدأ إن هو يتدرب، وبعد كده بديله صورة هو متعرفش عليها الأرنب عمره ما شافه، فيبدأ إن هو يشوف هيبدأ يتعرف عليه ولا لأ. فحاجة لذة جدا وقوي جدا. تمام، فدي تطبيقات إن شاء الله أتمنى الناس تبدأ إنها تشتغل عليها. إن شاء الله تابعوا القناة، لأن كل شوية هنبدأ ننزل شرح لتطبيق منهم.